بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله ناخد النهاردة مراجعة المحاضرة اللي احنا كنا شرحناها بتاعة المالجنت نيوبلازم أوف اليوترس. في الأول بس ما ننساش زمان يعني ندعوهم بالرحمة يا رب والحكمة بهم على خير. ماشي. أول حاجة قلناها قلنا عندنا التيومرز في اليوترس عندنا حاجتين اتنين، يا إما مالجنت يا إما بناين. قلنا مالجنت ده يعني خبيث، وبناين دي حاجة ايه، حاجة حميدة. البناين احنا عندنا مثال واحد بس وهناخده ان شاء الله بالتفصيل، اللي هو اسمه ليوميوما، والاسم الاشهر له اسمه فيبرويد. يعني ايه ليوميوما؟ قلنا كلمة ليو يعني يوترس، ومايو يعني مصل، واوما يعني بناين تيومر. فليوميوما معناها البناين تيومر اللي بيطلع فين؟ اللي بيطلع في المصل بتاع اليوترس. اما المالجنانت تيومر عندك حاجتين اتنين، حاجة اسمها اندوميتريد كارسينوما، وده اللي بيطلع من طبقة الاندوميتريوم، وطبقة اللي قصدي والليو مايو ساركوما، وده اللي بيطلع في المصل. قلنا كلمة ليو يعني اللهم صل على محمد، ليو يعني يوترس، ومايو يعني مصل، وساركوما يعني مالجنانت تيومر. احنا عارفين اصلا ان اليوترس عبارة عن 3 طبقات، الطبقة اللي داخلية اللي خالص بيسموها اندوميتريوم، والطبقة اللي فوق اللي هي المصل بيسموها مايوميتريوم، والطبقة اللي هي اللي فوق خالص بيسموها السيروزا. فوالله لو المالجنت تيومر ده طلع في الاندوميتريوم فبيسموه اندوميتريويد او اندوميتريال كارسينوما، لو طلع في المصل فبيسموه ليومايو ساركوما. تمام كده. وقلنا بعد كده ازاي السرطان اصلا بتكون. احنا عندنا الاورجان بتاعنا اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو اليوترس، وقلنا اليوترس ده ممكن يتعرض لإيريتانت. الإيريتانت ده ممكن يبقى الاونكوجينز، والاونكوجينز ده اللي هو المواد السرطانيه. مش مهم، اللي تهمنا بقى الإيريتانت، واللي يهمنا جدا اللي هو الاستروجين. لو اليوترس ده اتعرض لاستروجين زياده جدا، احنا عارفين اصلا ان الاستروجين موجود في جسمنا عادي، بس لو الاستروجين ده زاد بحيث ان هو يبقى يستفز اليوترس، فاليوترس بيبدا ايه، بيبدا يستفز ويبدا يبقى له ريفلكس، له رد فعل. رد فعل اليوترس ايه، بيبدا يحصل بروليفريشن، ويحصل بروليفريشن للخلايا بتاعته والطبقات بتاعته. ولكن هل الجسم المفروض بيسكت؟ لا، الطبيعي والجسم الطبيعي بيبقى عندنا جينات بيسموها تيومر سبريسور جينز. التيومر سبريسور جينز دي اللي هي الجينات اللي بتقوم راح ايه، بتوقف اليوترس وبتوقف البروليفريشن دي عند حدها، وتمنع اصلا ان اليوترس ده يدخل مني في التيومر، فبيسموها تيومر سبريسور جين. يعني الجينات اللي بتمنع اصلا ان التيومر ده يتكون. زي مين؟ احنا عندنا هنا 3 جايبين لك مثال، اللي هو الكيراس والبي 53 والجين ريبير. فلو حصل مشكله في الثلاثة دول، لو حصل فيهم ميوتيشن او حصل فيهم طفرات، ساعتها اليوترس مش هيلاقي اللي يوقفه عند حد، وساعتها هيبدا يتكون تيومر سواء كان بقى بنين او مالجنت. يبقى لو حصل اي ميوتيشن في الجين سبريسور جين ده، ساعتها البروليفريشن بيبدا يزيد، ويبدا يحصل تشينج في النمبر والشيب، ويبدا يحصل حاجه اسمها اتيبيا. وقلنا كلمه اتيبيا دي معناها ايه، معناها ان الخليه بقت اب نورمال، سواء كان في الشيب سواء كان في النمبر، شكل النيوكليس نفسها بدات يكون كبير بروميننت، اللي هي الفيتشرز بتاع ايه، بتاع التيومرز عموما، فبيسموها اتيبيا. دي بتحصل نتيجة ايه؟ بتحصل نتيجة ان خلاص حصل طفرات في التيومر سبريسور جينز دول. قلنا اول حاجة خلص هناخدها اللي هو الاندوميتريال كارسينوما. بس قبل ما ناخد، احنا قلنا في 2 كلاسيفيكيشن، حاجة اسمها باثولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هما الجدولين دول، وحاجة اسمها هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. نقول الاول هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن لانه سهل. عندك الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن بتاع الاندوميتريال كارسينوما 2، يا اما تايب 1 يا اما تايب 2. طيب 1 هما 2 اندوميتريويد كارسينوما، وده الاشهر وده اللي يهمنا وده اللي احنا هنتكلم عنه، يا اما ميوسينس كارسينوما هنعرفه اسم بس. طب ليه الاندوميتريويد كارسينوما هو اللي يهمنا؟ والله علشان هو الاشهر 80%. تمام. يبقى لما اقول لك تايب 1 فانا اقصد اصلا اندوميتريويد كارسينوما، لما اقول اندوميتريويد كارسينوما فانا اقصد تايب 1. ماشي كده. طيب قال لك ايه عنه كلمتين كده، قال لك بيكون في، بيحصل في سكويماس ميتابليجيا، بيكون في فيلاي، وكمان بيبقى في سيليا، ويبقى سكريتوري، بيكون سكريشنز. تمام. اما الميوسينس كارسينوما من اسمه فهو بيكون ميوسين. انا بس عايزاك تعرف ان تايب 1 هو اندوميتريويد كارسينوما، ده الاشهر وده اللي يهمنا، وده اصلا الكلام عنه في الجدول كله. اما تايب 2 هم 4، تايب 2 4 سيروس كارسينوما، وده الاخطر وده اللي يهمنا برضو، او كلير سيل كارسينوما، سكويما سيل كارسينوما، اند فرانشيت كارسينوما. الثلاثه دول نعرفهم اسامي بس، ولكن اللي يهمنا واللي هنتكلم عنه بالتفصيل هو السيروس كارسينوما. لما اقول لك تايب 2 فانا اقصد سيروس كارسينوما، ولما اقول سيروس كارسينوما فانا اقصد تايب 2. نرجع بقى للجدول بتاعنا بتاع اللي هو التقسيم ايه، بتاع على حسب اللي هم الباثولوجيستس. يعني قال لك تايب 1 وتايب 2. اول معلومه واحنا عارفينها ان تايب 1 هو الاشهر، انا لسه كنت بقول لك اهو ان الاندوميتريويد كارسينوما 81%، فتايب 1 هو اصلا اندوميتريويد كارسينوما 80%، هو الموست كومون، ده سؤال ام سي كيو مهم. اما تايب 2 20% بس.
النقطة التانية واللي احنا برضو عارفينها من الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هم ايه، طيب 1 قلنا 2 اندوميتريوت كارسينوما وده اللي يهمنا، والميسنس كارسينوما، وطيب 2 الأربعة اللي احنا قلنا عليهم السكويمس والكلير سيل والسيرس والاندفرنشيت، بس اللي يهمنا اكتر حاجة ايه اللي هو السيرس. ماشي كده، ده نقطتين احنا عارفينهم. النقطة التانية هي كلمة السر، قلنا تايب 1 كلمة السر بتاعته في ايه؟ كلمة السر بتاعته هرمونات. كلمة السر بتاعت تايب 1 ان اصلا سبب ان تايب 1 ده يتكون ان الاستروجين عندنا بيبقى عالي جدا، هاي ليفل من الاستروجين، الاستروجين بيبقى عالي قوي قوي قوي، تمام؟ معنى ان الاستروجين عالي فالاستروجين ريسبتور بتاعته بوزيتيف، تمام كده. وقلنا الاستروجين ده اصلا لما بيبقى موجود بيحفز ان الخلايا يحصل فيها بروليفريشن، فلما الاستروجين بقى يبقى زايد عن الحد يبقى عندنا هايبر بليجيا ولا عندنا اتروفي؟ اكيد بيبقى عندنا هايبر بليجيا. دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده لما اقول لك ان الاستروجين بيبقى عالي، اصلا الاستروجين بيبقى عالي في اي مرحله عمريه بالظبط؟ في البري منيبوزال، اقل من 50 سنه، بعد 50 سنه خلاص اصلا الهرمونات تبدا تقل كلها. فلما اقول لك ان الاستروجين بيبقى عالي فانت كده تفهم وتستنتج ان التايب 1 ده ما بيجيش الا في البري منيبوز، اقل من 50 سنه، فتره الهرمونات كلها. طيب ايه كمان بستفيده؟ انت عندك معلومه عارفها انه ان اللي بي الانتاجونست او اللي بيضد عمل الاستروجين هو البروجستيرون، فمعنى كده ان البيشنت دي لو نديتها من بره بروجستيرون هتخف ولا لا؟ هتخف. فاذا هو هرمونال ثيرابي ولا لا؟ طبعا هو هرمونال ثيرابي ديبندنت، وده الميزه بتاعته واللي بيخليه حنين وبيخليه كويس وبيخلينا نحب تايب 1 اكتر من تايب 2. ليه؟ لان تايب 1 بيستجيب للعلاج من بره، انا لو اديته بروجستيرون من بره هيستجيب، اما تايب 2 هنعرف شويه كده ان هو اصلا اندبندنت للهرمونال ثيرابي، والله انت لو اديته من بره بروجستيرون او الجن الازرق مش هيستجيب. ليه؟ لانه اصلا مش معتمد على الهرمونات خالص، تمام كده. تايب 2 عنيف جدا، تايب 1 قلنا احنا حنين وبسيط، تمام كده. طيب ايه بقى الريسك فاكتور؟ وده سؤال ريتن، ايه الريسك فاكتور بتاع تايب 1؟ والله اي حاجه تزود الاستروجين هي ريسك فاكتور. اول حاجه خالص لو حصل اندوميتريال هايبر بليجي، لو اصلا طبقه الاندوميتريوم دي بدات يحصل فيها بروليفريشن بسيط، فده كده كريسك فاكتور ان هو داخل مني فين؟ في تايب 1. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه قلنا في حاجه اسمها البي سي او، بي سي او اللي هو البوليسيستيك اوفري، هي بتبقى عباره عن ست اوبيز وعندها سكر وعندها ضغط، كده تركيبه على بعضها كده بيكون فيها زياده في الاستروجين، فاي زياده في الاستروجين هي ريسك فاكتور لتايب 1. الحاجه اللي بعد كده الانفيرتيليتي، ليه بقى الست الانفيرتايل ديت بتبقى عرضه اكتر ان هي يجيلها تايب 1؟ والله لان الست الانفيرتايل مش بيتكون عندها الكوربس ليوتيام، واحنا شرحناها في المحاضره، مش بيتكون عندها الكوربس ليوتيام، فما فيش كوربس ليوتيام عندها، فما فيش ايه، فما فيش بروجستيرون، لان الكوربس ليوتيام ده هو اللي بيخرج لنا البروجستيرون، والبروجستيرون ده اللي كان بيوقف الاستروجين عند حد. دلوقتي الاستروجين ما فيش حاجه هتوقفه عند حد لان هي ما عندهاش اصلا بروجستيرون، فبالتالي يبدا يكون او يحصل اندوميتريال هايبر بليجيا ويدخل مني في تايب 1. بعد كده اكسبوجر تو ان اوبوزد استروجين، نفس الفكره ان برضو ان الاستروجين مش لاقي اللي يضده، مش لاقي اللي يوقفه عند حد، ومش لاقي بروجستيرون يقول له خلاص كده ايه، اوقف عند حدك، تمام كده. فكلتها ريسك فاكتور وكلتها بتصب في نفس الهدف الا وهو ايه، كلتهم بيزودوا ايه الاستروجين، فاي زياده في الاستروجين هي عرضه او ريسك فاكتور انه يخش مني في تايب 1. طب تيجي بقى للنقيض بتاعه تايب 2، هو عكسه تماما، 20% بيجي بقى بعد المينيبوز، بوست مينيبوز اكتر من 50 سنه، لان هو ملوش علاقه بالهرمونات، ملوش علاقه بالاستروجين. لو جيت تشوف الاستروجين ليفل بتاعه هتلاقيه نورمال او لو ان ريليتد، ملوش علاقه بيه اصلا، تمام كده. طيب معنى كده ان الاستروجين قليل فالاستروجين ريسبتور اكيد هيبقى نيجاتيف. طب ما فيش استروجين، هل الخلايا بيحصل فيها بروليفريشن؟ لا، فيحصل فيها ايه، اتروفي، تمام كده، هو حصل فيها اتروفي. طيب قلنا برضو هل هو بيستجيب للعلاج من بره؟ لا، ما بيستجيبش علاج، لو اديته الجن الازرق من بره مش هيستجيب لك، اندبندنت، وده اللي بيخليه عنيف واللي بيخليه طبعا فيري سيفير، تمام كده. طيب الريسك فاكتور ان هو يبدا يحصل اتروفي في طبقه الاندوميتريوم، ساعتها هيبقى ريسك فاكتور انه يخش من في تايب 2. طيب بعد كده احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها تيومر سبريسور جينز، وقلنا تيومر سبريسور جينز دي اللي بتوقف التيومر عند حدها، صح ولا لا؟ طيب وقلنا لو حصل فيها اي ميوتيشن او حصل فيها اي طفرات ساعتها اللي هيحصل، ساعتها خلاص مفيش حاجه، يعني التيومر هيتكون ومفيش حاجه هتوقفه. طيب على حسب بقى الجينات اللي تتكون فيها طفره، انت عندك تايب 1 في جينات معينه بيحصل فيها طفرات، وتايب 2 جينات تانية خالص. تايب 1 الجينات اللي بيتكون فيها طفرات عندك كي ريس، وعندك الجين ريبير، وعندك حاجه اسمها البي 10، تمام كده. اما تايب 2 عندك حاجه اسمها بي 53، ده اللي بيحصل فيه ميوتيشن، تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده قلنا الاميونو فينوتايب،
قلنا دي هنحفظها بقى، الامينو فينوتايب تايب 1 حاجه اسمها بوزيتيف فيمنتين، وتايب 2 بي 16 وبي 53. طيب بعد كده قلنا الهيستولوجيكال تايب واحنا عارفينها، تايب 1 يا اما اندوميتريويد او ميوسنس، وتايب 2 الاربعه اللي احنا قلناها واللي يهمنا فيهم مين؟ السيروس. ماشي كده. طب بعد كده البيولوجيكال جريد، احنا قلنا في الاول خالص ان تايب 1 ده حنين وبسيط وهادي وكويس، فاكيد الجريد بتاعته لو جريد. اما تايب 2 عنيف فبيكون هاي جريد. تايب 1 الستيج بيكون لو ستيج، اما تايب 2 هاي ستيج. ده ليه؟ لان تايب 1 بسيط، تايب 2 عنيف اجريسيف. طيب كمان المايوميتريال انفيجن، مين يا ترى اللي هيروح يعمل انفيجن ويروح لطبقه المايوميتريم؟ احنا عارفين ان التيومر ده بيطلع من الاندوميتريم، طيب لا مين بقى فيهم اللي يروح للمايوميتريم اكتر؟ اكيد العنيف، اكيد تايب 2 بيعمل ديب انفيجن للمايوميتريم، اما تايب 1 بيعمل مينيمال ايه؟ مينيمال انفيجن. الحاجه اللي بعد كده البريكورسر ليجن، البريكورسر ليجن ده اللي هو المرحله ما قبل التيومر على طول، ما حاجه سهله. تايب 1 والله لو حصل اندوميتريال هايبر بليجيا ساعتها ده على طول يعني داخل مني خلاص اهو في ايه، في تايب 1. اما تايب 2 لو حصل ايه؟ اندوميتريال اندوميتريال انتر ايبيثيليال كارسنوما، لو حصل بس حصل ايه؟ سيروس، اللي هو السيروس ده اللي هو ايه، بدا يكون سكريشن من السيروس وبدا يحصل كمان يعني اللهم صل على محمد مالجنانت فيتشر في الاندوميتريوم، ساعتها برضو بيكون ده يعني ده مرحله ما قبل ان هو يخش من في تايب 2 على طول. تمام كده. بالنسبه للسبريد قلنا تايب 1 ده بسيط، فبس يا دوب هيروح للريجنال ليمف نود اللي حواليه، كون ان هو يروح للديستانت ستيت ده رير قوي، صعب ان هو يروح للديستانت ستيت، كومن اكتر ان هو يروح للريجنال ليمف نود. اما تايب 2 بما انه عنيف فده بيروح لكل حته، بيروح للفالوبيان تيوب وبيروح كمان للبروتنيال كافيتي، ودي حاجه خطيره جدا جدا، كون ان هو بيروح للبروتنيال كافيتي فمعنى كده ان هو ممكن يلطش في طريقه اي اورجان في جسمك. تمام كده. فدي حاجه عنيفه، علشان كده تايب 2 هو انفيفربل، مش حاجه مفضله ان هو ايه ان احنا نستقبل في عيادتنا يعني تايب 2. تايب 1 هو اللي ايه اللي بسيط. طب ليه تايب 2 عنيف؟ والله اسباب كتير، كل الجدول اللي دليل على ان تايب 2 عنيف، بس اكتر حاجه واكتر حاجه ان هو اصلا بيروح للبروتنيال كافيتي، وزي ما احنا قلنا البروتنيال كافيتي ده اللي بيبقى فيه تقريبا كل الاورجان بتاع جسمك، فممكن يروح يضرب الانتستين، يروح يضرب السمك، يروح يضرب اللنج، الهارت، كل ده. تمام كده. الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن قلناه، وقلنا في نوع اللي هو الميكس تايب ده وقلنا ما اتكلمناش عنه، هو بس اسم مذكور وخلاص. طيب بعد كده قلنا الجروس بيكتشر بتاع الاندوميتريال كارسنوما، والله الجروس بيكتشر لو احنا شفناه هنلاقيه هو اول حاجه بيكون انلارجد، هو شكله باين خالص، هو مش حاجه صغيره، لا تبقى حاجه كبيره. طيب هو بيجي في اي حته في اليوترس، بس اكتر حته بيحب يجي فيها هو الفندس، بيحب يجي جدا في الفندس. والله بياخد شكلين، يا اما فانجيتنج بلوبويد بيبقى عامل كده بلوبويد بلوبويد، او ديفيوز انفلتريتنج كارسنوما يبدا يعمل بقى انفلتريشن وايه، ويعمل يعني ايه بيكسر البوردرز ويبدا يعمل انفلتريشن. طيب اللي يهمنا بقى مش الجروس بيكتشر، اللي يهمنا الميكروسكوبيك بيكتشر. الميكروسكوبيك بيكتشر هنقسمها، احنا قلنا الجروس بيكتشر ما قسمناهاش، قلنا الجروس بيكتشر بتاع الاندوميتريال كارسنوما كلها، اما بتاع الميكروسكوبيك بيكتشر بدانا نقسمها، والله في على حسب بقى الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع تايب 1 وتايب 2. اما الجروس لو تفتكر احنا ما قلناش تايب 1 وتايب 2، لا احنا قلناها كده وخلاص، اما الميكروسكوبيك هي دي اللي تهمنا لانها بيبقى في اختلاف كبير ما بين تايب 1 وبين تايب 2. تايب 1 زي ما احنا اتفقنا اللي هو الاندوميتريوت كارسنوم، اما تايب 2 اللي هو السيروس كارسنوم. تعال نشوف الرسم عباره عن ايه. والله اول حاجه النورمال اصلا هيستولوجي بتبقى عباره عن جلاند زي ما انت شايف كده. الاندوميتريوت كارسنوما لو احنا جينا نشوف اهي عباره عن ايه، برضو الاندوميتريوت كارسنوما عباره برضو عن جلاندس بتكون الونجيتد كده او ممكن تبقى كمان راوندد. تمام. الجلاندس دي بيبقى فيه طبعا شويه اتيبيا، بس الاتيبيا بتبقى مينيمال وحاجه بسيطه، مش بتبقى اتيبيا كتيره، فعلشان كده الاندوميتريوت كارسنوما اللي هو تايب 1 زي ما احنا قلنا بيكون بسيط، بيكون حنين، بيكون هاف جود بروجنوزس. تعالى كده نقرا الكلام المكتوب على الاندوميتريوت كارسنوما، قال لك والله بتكون عباره عن جلاند، اهم كلمه فيها ان هي عباره عن جلاند، الجلاند دي الونجيتد وراوندد. الحاجه اللي بعد كده قال لك بتتغطى بجوه بالكلامينر ابيثيليال سيل. تمام. اهم حاجه بقى واللي بتخليه بسيط ان هو بيريسمبل النورمال اندوثيليال ابيثيليال سيلز، ان هو اصلا بيشبه الخلايا النورمال زي ما انا وريتك، اصلا الخلايا النورمال ما هي الا جلاند، والاندوميتريوت كارسنوما برضو عباره عن جلاند، فهو بسيط. الحاجه اللي بعد كده بقى فيه شويه اتيبيا، والاتيبيا دي بتبقى بسيطه ومش كتيره.
تمام كده. فعلشان كده بيخليه هاف جود بروجنوزس، وده الاخف يعني، ده الطيب الاخف والبسيط. اما لو جينا نشوف تايب 2 او اللي هو السيروس كارسنوما، لو احنا جينا نشوف في الرسمه تايب 2، ثواني، اهي تايب 2 اهي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين والله، عباره عن تافتس كده زي ما انت شايف، عباره عن تافتس اهيت، وعباره كمان عن ايه؟ عباره عن بابيلي من بره كده، والاتيبيا مليان اتيبيا، كل دي اتيبيا اصلا. فالاتيبيا اللي بتكون فيه بتكون فيري سيفير وبتكون عنيفه جدا. بيبقى السيروس كارسينوما عباره عن تافتس او بابيلي، تمام، ومفيش فيها الجلاندز اللي بنشوفها في تايب 1، تمام كده. وكمان الاتيبيا اللي فيه بتكون اعنف بكتير، فعلشان كده السيروس كارسينوما او تايب 2 بيكون اعنف من تايب 1 وبيكون هاف باد بروجنوزس. طب تعالى نشوف الجريد. والله احنا بنقسم الجريد على حسب حاجتين اتنين، على حسب الاتيبيا اللي موجوده، وعلى حسب الارتكتشرال باترن اللي هو الجلاند. كل ما كان فيه جلاند اوضح وافضل، كل ما كان الجريد دي اخف، وكل ما كانت الاتيبيا عنيفه كل ما كان الجريد ده اعنف، صح ولا لا؟ فانت عندك متقسمه تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. تايب 1 قال لك الاتيبيا اكتر من 5%، تايب 2 من 5 ل 50%، وتايب 3 اكتر من 50%. كل ما كان نيوكلير اتيبيا عنيفه كل ما كان الجريد اعلى، تمام كده. طيب دي برضو رسمه، يعني عندك في جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. والله جريد 1 ويل ديفرنشيتد، يعني ايه ويل ديفرنشيتد؟ يعني انا قادره اميز اصلا الجلاند عن الخلايا اللي حواليه، الجلاند واضحه وظاهره خالص قدامك اهي. اما جريد 2 مودريت ديفرنشيتد، ممكن افرق شويه وشويه بس مليان في اتيبيا، بس اتيبيا لسه ستيل بسيطه. اما جريد 3 بقى لا، ده بور ديفرنشيتد، انا لا عارفه اميز لا شايفه جلاند، كل اللي انا شايفاه اصلا في الرسمه قدامي ما هي الا اتيبيا عنيفه وخلاص. ثواني، ايه طيب نتكلم بعد كده. قلنا في هنتكلم على السبريد وقلنا الستيجنج. اول حاجه السبريد، السبريد ده موجود في كل حته، يعني انت عارف ان في 3 انواع من السبريد، يا اما دايركت يا اما ليمفاتيك يا اما عن طريق البلد. اختارهم طبعا هو البلد، كون ان اصلا التيومر ده يمشي في البلد فهو معرض انه يروح لاي حته في جسمك، يروح لللنج، يروح للليفر، يروح للبون، يروح للبرين، لا كلمه لبلب اللي احنا حافظينها، تمام كده، ده كده البلد. او ممكن يروح للليمفاتيك، يروح للليمف نود اللي موجوده في منطقه البلفس، او يروح دايركت بقى عن طريق ايه، ممكن يضرب لك الايه اللي هو الفالوبيان تيوب، ينزل تحت يضرب السيرفكس، يروح ورا يضرب اليورينري بلادر. فده كده الدايركت. يبقى ده كده السبريد، يا اما دايركت او ليمفاتيك او بلاد. الحاجه اللي بعد كده الستيجنج، عندك والله 4 ستيج. اول حاجه ستيج 1، ودي بتشمل الكوربس، بتشمل البادي بس، بتشمل البادي بس بتاع اليوترس، تمام كده. يبقى اول حاجه الستيج الاولى دي بتشمل الكوربس او البادي بس بتاع اليوترس. ستيج 2 بتنزل تحت عند السيرفكس، تمام كده. ستيج 3 بتبقى تاخد اي حته بتعجبها في البلفس، بس ستيل ويذن ترو بلفس، لسه ما طلعتش بره البلفس. ستيج 4 بقى لا، دي بقى اللي بتبقى خطيره وبتطلع بره البلفس وتروح للاذر ايه، للاذر فيسرا، تمام كده. طيب بعد كده كان هنتكلم على البروجنوزس، وقلنا البروجنوزس دي اكوردنج كذا حاجه. والله اول حاجه اكوردنج الايدج، كل ما كانت البيشنت دي عمرها صغير كل ما كان مور فيفربل. ومين اللي كان عمره صغير؟ احنا كنا بنقول ان تايب 1 اصلا في البري منبوز، فانما تايب 2 كان بوست منبوز، فده بيأكد لك ان تايب 1 افضل من تايب 2، لان تايب 1 بتكون عمرها اصغر من تايب 2. الحاجه التانية الجريد، كل ما كان لو جريد كل ما كان افضل، لان معنى ان هو لو جريد معنى ان الاتيبيا اللي فيه بتكون اقل، وكون ان الاتيبيا اقل فمعنى كده ان هو ايه، جود بروجنوزس. بعد كده على حسب المايوميتريال انفيجن، والله كل ما عمل كل ما كان بيعمل مايوميتريال انفيجن اكتر كل ما كان باد بروجنوزس. يعني هو لو مثلا عمل مايوميتريال انفيجن لاكتر من 50% من السكنس فمعنى كده ان هو باد بروجنوزس، اما لو اقل من 50% فمعنى كده ايه، جود بروجنوزس. طب مين اللي كان بيعمل مايوميتريال انفيجن بشكل مينيمال؟ كان تايب 1، ده برضو بيأكد لك ان تايب 1 افضل من تايب 2. بعد كده الهيستولوجيكال تايب، وقلنا الهيستولوجيكال تايب، تايب 1 از مور فيفربل ذان تايب 2. احنا بقى غنينا الكلمه دي طول المحاضره، عمالين نغنيها، عمال اقول لك تايب 1 هو الحنين وتايب 2 هو الاجريسيف والعنيف. طيب بعد كده على حسب فيجو ستيج، كلمه فيجو ده اصلا ده اسم عالم، ودي كده بيبقى في كذا ستيج كده حاططها،
كل ما كانت lower stage كل ما كان برضو ايه افضل. برضو معنى ان هو low stage فمعنى كده ان هو لسه ايه، لسه ما خرجش بره اليوترس، لسه ما مشيش في الدم، فمعنى كده ان هو برضو ايه good prognosis، هو الافضل. تمام. وده برضو بينطبق على تايب 1. كنا بنقول ان تايب 1 كان low stage وكان low grade، تمام كده. ده بيأكد لك برضو ان تايب 1 ايه افضل من تايب 2. كل حاجة بتقولك ان تايب 1 افضل. تمام. طيب بعد كده الليمفاتيك سبريد، والله كل لو ما كانش في الليمفاتيك سبريد كان هيبقى كان افضل. يعني اصلا كون ان في سبريد فدي حاجه خطيره عموما. فبيقول لك ايه تيومر وذوت ليمفاتيك سبريد ار مور ايه فيفربل. اخر حاجه البايو ماركرز بقى، عندك البايو ماركرز كذا حاجه. والله اول حاجه اللي هو الهرمون ريسبتورز، كون ان التيومر ده او التايب ده فيه هرمون ريسبتورز، فمعنى كده لما اديله دواء من بره هرمونات هي فمعنى ان انا لو اديته من بره يا ربي معلش عذرا، نرجع تاني. قلنا البايوماركرز اللي معانا كذا حاجه. اول حاجه هو الهرمون ريسبتورز، ماشي كده. وقلنا ان التيومر ده طالما فيه هرمون ريسبتور فمعنى كده انا لو اديته من بره هرمون كعلاج هيستجيب ولا لا هيستجيب. فكل ما كان التيومر ده فيه هرمون ريسبتور فمعنى كده ان هو افضل وان هو هيستجيب للعلاج اللي انا هديه من بره. تمام كده. مين اللي كان فيه هرمون ريسبتور، تايب 1 ولا تايب 2؟ كان تايب 1 فيه هرمون ريسبتور فعلشان كده تايب 1 افضل. فهو كاتب بيقول لك ايه، قال لك التيومرز اللي عندها بوزيتيف هرمون ريسبتور ده مور فيفربل، يعني جود بروجنوزس بيكوز زي ريسبوند تو ايه الهرمونال ثيرابي. حلو كده. ده اول حاجه. بعد كده الحته اللي جايه دي بيقول لك احنا عارفين اصلا ان التيومرز دي معناها ان في ميوتيشن في جينات معينه، فهم لقوا ان مثلا لو حصل ميوتيشن في البي 53 فالمرض ده بيبقى بور بروجنوزس اللي هو تايب 2. لو تفتكروا تايب 2 كان بيبقى الميوتيشن في بي 53، فعلشان كده لقوه هو بور بروجنوزس. والله هي احصائيات، يعني لقوا انه لما بيشوفوا البي 3 او لقوا ان التيومر اللي كان فيه بي 53 هو اللي حصل فيه ميوتيشن فالتيومر ده بياخد مسار سيء وبيبقى باد بروجنوزس. حلو كده. طيب اما لو لقوا قال لك كل بقى بعد كده قال لك ايه اللي هو الكيراس، الكيراس ده بتاع تايب 1 لو تفتكر. الكيراس ده لو لقوا فيه ميوتيشن فبقى لقوا ان التيومر ده بيبقى جود بروجنوزس. تمام كده. طيب الكي كي اي 67 اندكس، كل ما كان لو كل ما كان برضو ايه مور فيفربل او كل ما كان جود بروجنوزس. تمام كده. يبقى الكي اي 67 اندكس برضو كل ما لقوا لو كل ما لقوا ان التيومر ده جود ايه جود بروجنوزس. تمام. دي مجرد احصائيات تحفظوها. بعد كده الجملتين دول احنا عارفينهم ان شاء الله، اللي هو الاندوميتريويد كارسينوما اللي هو تايب 1 يعني جود بروجنوزس and usually is slow to metastasis، لانه هو ايه هو اصلا جود يعني جود بروجنوزس. وتايب 1 كان مش بيعمل سبريد بشكل عنيف، كان بس بيروح للريجنال لينف نود، كان صعب ان هو يروح للديستانت سايتس، ما كانش بيمشي في الدم، فصعب ان هو يحصل او يحصل منه يعني متستاسس عنيف. حلو كده. بعد كده السيروس كارسينوما اللي هو تايب 2 بقى هاي ستيج، لان ده تايب 2 كان هاي ستيج وكان هاي جريد وكان كمان بور ايه بور بروجنوزس. ان شاء الله الكلام ده يبقى انتوا عارفينه وسهل. خدنا بعد كده حاجتين اتنين اللي هو الليوميوما والليوميوساركوما. هي الرسمه دي مش عايزاكم تعرفوا منها كل حاجه، عايزاكم تعرفوا منها بس حاجات معينه. والله مثلا ده اول حاجه هو اللي هو الليوميوما، عايزك تطلع منه بمعلومتين او ثلاثه. اول معلومه ان هو مش بيجي لوحده، بيبقى مالتيبل. هتقولي ممكن يجي سنجل، اه ممكن، بس المور كومن ان هو يجي مالتيبل زي ما انت شايف. الحاجه التانية الشكل بتاعه، شكل الدوامات وورلي ابيرنس. وورلي ايه؟ وورلي ابيرنس، ودي حاجه مميزه جدا فيه. الحاجه التالتة ان هو بيبقى له تايبس على حسب السايت والمكان اللي هو طالع منه. والله بيبقى يا اما انترا ميورال، يا اما انترا ميورال دي يعني جوه المصل نفسها اللي هو دي كده انترا ميورال، ميورال زي الشكل اللي انا معلمه عليه ده انترا ميورال، يا اما سب سيروزا تحت السيروزا، يا اما سب ميكوزا تحت الميكوزا. هناخدها قدام، هناخد قدام التايبس ومكانهم بالظبط. ده كده اللي عايزك تعرفه عن عن اللي هو الليوميوما. الحاجه التانية اللي هو الليوميوساركوم، عايزك تعرف عنه ايه، ان هو بيجي سنجل. تمام. ده كده في الرسم. تيجي بقى نقرا الكلام. طيب اول حاجه الليوميوما او له اسم تاني اسمه فيبرويد، وده الاسم الاشهر. انما الليوميوساركوما ده قلنا ده ده الماليجنت، اما الليوميوما ده اللي هو الايه البناين. واحنا فصلنا الاسم في الاول، قلنا كلمه ليو يعني يوترس، ومايو يعني مصل، واوما يعني بناين. تمام كده.
اما ساركوما يعني مالجننت. والله من الكم من الاكتر كومن، اليوما ولا اليوما ساركوما؟ قال لك اليوما يوما هو الموست كومن، هو ده من رحمه ربنا، لان ده البناين وده الخفيف. طيب بيجي امتى؟ بيجي في البري مينيبوز او الريبرودكتيف لايف، اما اليوما ساركوما بيجي بعد المينيبوز، بوست المينيبوز. اليوما يوما من اسمها تعرف الاوريجين بتاعته، انا قلت لك مايو يعني مصل، فهو بيجي في الطبقه اللي فيها مصل، في المايوميتريال سموث مصل. اما اليوما ساركوما بيجي في الميزينكايم اللي بتكون لنا المايوميتريم. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين ان مثلا دي خلايا الميزينكايم اللي هي الخلايا الجذعيه او الجذريه زي ما بيقولوا، بتكون لنا بعد كده المصل اللي هي ايه، المايوميتريا المصل. والله اللي يوما يوما بيجي في المايوميتريا المصل دي. اما اللي يوما ساركوما بيجي فين؟ اللي يوما ساركوما بيجي في الايه، في الميزينكايم سيل اللي احنا ايه المعلمه عليها بالاحمر دي. يبقى انت عندك في ميزينكايم سيل اللي هي ايه، اللي بتكون لنا بعد كده المايوميتريا، تمام؟ اللي يوما يوما بيجي في المايوميتريم، اما اللي يوما ساركوما بيجي في الميزنكايم سيل. اتمنى تكون واضحه. في معلومه مهمه جدا الدكتور اكد عليها، الا وهي ان اللي يوما ساركوما بيكون دي نوفو. يعني ايه دي نوفو؟ يعني بيطلع كده لوحده، يعني مش شرط يكون لي يوما يوما يتحول لي يوما ساركوما، لا ده ما بيحصلش الا نادر جدا. اللي يوما ساركوما مش معتمد على وجود اللي يوما يوما، لا هو بيجي دو نوفو. دي نوفو يعني ايه؟ بيجي لوحده جديد كده من غير ما يبقى فيه قبله اصلا لي يوما يوما. والمعلومه دي متكرره في الحته الحمراء دي كده، بيقول لك ريرلي ان الليوما يوما يتحول لليوما ساركوما. طب ما احنا عارفين بقى، لان الليوما ساركوما مش مستني الليوما يوما يكون موجود عشان هو يجي، لا هو بيجي لوحده دي نوفو، تمام كده؟ طيب ايه الليوما يوما لو كلينيكال بيكتشر؟ مش كلاتهم طبعا بيعملوا الكلينيكال بيكتشر، في نوع واحد بس هو اللي بيعمل الكلينيكال بيكتشر اللي هو تقريبا الصب ميكوزا. ثواني هتاكد واجيلكم. انا اتاكدت من المعلومه اهو، ان عرفنا ان الليوما يوما كلتهم بيكونوا اسيمبتوماتيك ما عدا الصب ميكوزا. الصب ميكوزا هو اللي بيكون سيمبتوماتيك. يبقى اول حاجه خالص ان هو اصلا الليوما يوما الكلينيكال بيكتشر بتاعته اسيمبتوماتيك. طب امتى يعني لو بقى سيمبتوماتيك بيعمل ايه؟ والله اول حاجه يعمل لنا مينوراجيا ويعمل لنا انفيرتيليتي، وقلنا التفسير بتاعها. دلوقتي ازاي يعمل مينوراجيا؟ دلوقتي انت عندك الطبيعي لو هي واحدة بيشنت نورمال، انت عندك اللي هو لو اثناء مثلا البريود، اثناء البريود ايه اللي بيحصل؟ ان بيبقى فيه بلاد نازل ورد فعل المصل ان هو بتبدأ تنقبض، تحصل تعمل كونتراكشن، عشان الكونتراكشن ده يعمل فاز وكونستريكشن فيقلل الايه البلاد اللي بينزل، تمام كده؟ ده الطبيعي. دلوقتي الست دي عندها ورم اصلا في المصل دي، هل هتعرف تنقبض؟ هل هتعرف تعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل؟ لا. فيبدا يحصل مينوراجيا. قلنا يعني ايه مينوراجيا؟ يعني ايه اللي هو اكسسيف بلاد ديورنج المنستريال او ديورنج البيريود يعني، تمام كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الانفيرتيليتي. ليه بيحصل انفيرتيليتي؟ علشان المفروض ان الاوفم بتروح تنزرع اصلا في المايوميتريا، دلوقتي اصلا في ورم هناك، هل هتروح يحصل تنزرع او كده؟ لا، يبدا يحصل اجهاض، تمام كده؟ فيبقى في مينوراجيا وفي انفيرتيليتي. الحاجه اللي بعد كده بيكون لارج يعني، ولو وجيت احسه هيبقى بالبيت ده ابدا احسه يعني. طب بالنسبه لليومي ساركوما، هو والله عيب الليومي ساركوما ان هو بيكون ريكرنس، انا لو شلته بيرجع تاني. وكمان هو ليومي ساركوما ده مالجننت، فيبدا يعمل انفلتريشن ويعمل ميتاستاسيس، يروح للاورجنز الكتير اللي موجوده في جسمك. اكتر اورجن بيحب يروح له هو اللنج، تمام كده؟ صلاة العصر. طيب بعد كده هناخد اللي هو الايه الجروس بيكتشر. طيب ايه بقى الجروس بيكتشر بتاع الليوما يوما والليوما ساركوما؟ احنا في الصوره الاولانيه خالص اللي انا وريتها لك قلت لك ان الليوما يوما ده، لا لا لا، قلت لك ان الليوما يوما ده بيكون ايه، بيكون سنجل ولا مالتيبل؟ والله ان اول حاجه قلناها هو ممكن يبقى سنجل او، بس الاغلب ان هو بيكون مالتيبل، دي حاجه. الحاجه الثانيه واهم كلمه هو الورلينج ابييرنس، لو بيبقى عامل شبه ايه، شبه الدوامات زي الرسمه دي كده، تمام؟ في شكل باندلز، ما دي شكل باندلز اهي، تمام. ممكن يكون عليه بقى فايبروزس، ممكن يحصل عليه كالسيفيكيشن، ممكن طبعا التيومر ده كبير ويكون ان هو كبير فممكن يضغط على بلاد فيسل ويربطشر يعني، يبدا يحصل هيموريج نتيجه ان البلاد فيسل ده فرقع. وكمان الهيموريج ده معنى ان البلاد فيسل حصل فيه هيموريج، فالخلايا اللي كان بيغذيها خلاص مش تتغذى، يبدا يحصل فيها طبعا ايه نيكروزس واسكيميا. ومش كده وبس، نتيجه التيومر والتاكل في الخلايا ممكن يكون لنا شويه سيستات، سيست، تمام كده؟ ده كده الميكروسكوبيك بيكتشر اللي انا هبدا اشوفها. الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده اللي هي مثلا، طب تعالى بس نشوف الميكروسكوب بيكتشر هنا اهو. اللي يوما يوما بتبقى عباره عن ايه اهو، بس
اهو بتبقى عباره عن زي ما انت شايف كده ويرلينج ابيرنس باينه جدا جدا في شكل طبعا ايه في صوره ايه في صوره باندلز تمام كده. اما الليومايو ساركوما بقى الليومايو ساركوما والله دي حاجه عنيفه جدا، ده مالجنانس تيومر، فهو اكتر حاجه بيبقى موجود في الاتيبيا، بيبقى مليان اتيبيا ومليان نيكروزس ومليان ميتوزس اللي هي الفيتشرز بتاع ايه بتاع المالجنانس تيومر عموما تمام كده. والله هو الكلمه دي عاوز او الجمله دي عاوز يوضح لك يقول لك هو ممكن يبقى بسيط الليومايو ساركوما ده، ممكن يبقى بسيط زي الليومايوما، وممكن يبقى عنيف شايل الكلينيكال فيتشرز بتاع المالجنانت تيومر تمام كده. طيب ده كده الميكروسكوبك بيكتشر. طيب الجروس بيكتشر اهو قال لك الجروس بيكتشر احنا قلناها بقى ممكن يبقى سنجل بس الافضل الاكتر يكون ايه مالتيبل، دي اول حاجه. ممكن يبقى سمول وممكن يبقى ماسيف على حسب الحجم، يعني ممكن يبقى صغير وممكن يبقى كبير. سيركمسكرايبد فيرم جراي الكلام ده كده عادي يعني. طيب قلنا برضو بيتكون اسكيميا نيكروزس واحنا فصلنا ازاي، وهيموريدج وسيستس كل ده قلناه. احنا عارفين انه اليوميوما بيجي امتى، المفروض ان اليوميوما بيجي قبل المينيبوز بري مينيبوز، بس لو هو مثلا جه بري مينيبوز والست فضلت تكبر وهي عندها تيومر لحد بوست مينيبوز بيبدأ يتكون عليها ايه كالسيفيكيشن وكولاجين تمام كده. طيب معلومه مش مهمه قوي. الليومايوساركوما بقى اللي هو المالجننس الاغلب بيكون ايه سنجل، جاي كان جاي صوره واحده صوره تيومر وحيد كده سنجل او سوليتوري يعني، وبيكون كبير مش صغير اكتر من 10 سنتي، ممكن يبقى يلوش في اللون بتاعه يعني، برضو في شويه نيكروزس وهيمورج وانفلتريتنج بوردر. دي اهم كلمه بقى، ليه انفلتريتنج بوردر؟ لان هو مالجننت والمالجننت متميز ان هو بيحصل فيه انفلتريشن، صح كده ولا لا؟ ان شاء الله صح يعني. طيب اخر حاجه بقى اللي هو التايبس اوف الليومايوما، احنا عارفين زي ما احنا قلنا في الاول خالص طبقات اليوترس عندك ايه، اول حاجه دي كده ايه الاندوميتريوم تمام، وبعد كده في طبقه كده اللي هو ايه بيسموها اللي هو المايوميتريوم اللي هي السموث موسل، وفي بقى طبقه اخيره اللي هو بيسموها ايه السيروزا تمام كده. طيب دلوقتي بقى التيومر بتاعنا اهو، التيومر بتاعنا هو مثلا والله التيومر بتاعنا ده لو جه تحت الاندوميتريوم هنا كده، لو جه تحت الاندوميتريوم هنا فبيسموها سب ميكوزال، يبقى لو جه تحت الاندوميتريوم فبيسموها ايه سب ميكوزال. طيب لو جه جوه السموس مصر هنا كده فبيسموها ايه انترا ميورال. طيب لو جه تحت السيروزه هنا كده فبيسموها سب سيروزا، يبقى التقسيمه او الطيب بتاع الليومايوما اكوردنج تو السايت، على حسب الورم ده طالع في اي حته تمام كده. في بقى معلومه صغيره عن السبس الروزة، ايه هي بقى المعلومة دي؟ قالك والله ان السبس الروزة ده ممكن يكون كده ستوك، زي عارف انت فيشة كده او زي وصلة، الستوك دي نتيجة ان الورم ده مش واصل او مفيش فيه تغذية، فممكن يروح ويوصل للانتستين وياخد هناك من البلود فيسلز بتاعتها، فبيسموها ايه متطفل، راح يتطفل على البلود فيسلز الموجوده في الانتستين فبيسموه البارازيتك. يبقى السبس الروزة ده هو نفسه البارازيتك تايب، لما يقولك البارازيتك تايب يبقى في دماغك طبعا السب ايه السبس الروزة. يبقى دي كانت تلات انواع بتاع الليوميوما، يبقى انتراميورال او سب ميكوزا او سبس الروزة. بس كده شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.